أصدقاء انظروا معي، نقول إن هذا الكأس يتسع للمزيد من السائل، فلنرى. حسناً، كم احتاج هذا؟ سامي كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ألم تذهب معي لحضور مباراة كرة القدم التي ستقام نهاية هذا الأسبوع؟ بالطبع يا معلمتي، ولكن هل اشتريت تذاكر المباراة؟ لا يا سامي، سأذهب اليوم لشرائها لأن صباح الخير يا أصدقاء. ما هذا الصوت؟ أتسمعين؟ كأنه صوت قطار. صحيح يا سامي، ولكن لا يوجد في بلدتنا قطار، كيف ذلك؟ فعند تفاعل كل من الحمض والقاعدة ينتج راسب أبيض هو الملح. إذن الملح هو عبارة عن حمض تفاعل مع قاعدة وتكون على شكل راسب أبيض. نعم صحيح، تفاعل أي حمض مع قاعدة ينتج الملح. الآن أصدقائي، ما رأيكم أن تنتجوا ملحاً؟ المخبوزات بأشكالها الخبز والكعك، وهناك مصدر آخر وهو الأرز بنوعيه الأبيض والبني. إلى اللقاء. إلى اللقاء أصدقائي.